التحاليل ما تحاليلش عملت ايه، والادويه كلها ما جابش معي حاجه، وما تقوليش روح للعطارين خد حاجه، ما فيش وصفه ما جربتهاش. جرب تقول لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولد عمي. اللي قاعد قدامك ده بطل الخمس فروض بتوع ربنا جماعه في الجامع بتاعي غير النوافل، حجيت بيت ربنا 3 مرات وليا في كل سنه عمره. قلت لك اللي عندي. يعني ايه؟ مطلوع مسبحيه ربنا عشان تقول لي قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخوي، علي الطلاق، انت شيخ عوضة وحطلعك بكل حد. دور على ولدك يا حموده. ولدي مين فيهم؟ انت خابر، وخابر راح فين؟ وحخف حمولك تقيلة، خفها تخف. ها؟ قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة هانم كده اسمها الحاجة زهرة الشريف، عايزة تقابل سعادتك. ها خليها تعاود ترجع. اه ترجع، انا قلت كده بقى. انا قلت لك ما بيقابلش حد، بس انا يعني ايه يعني لو انت عايز يعني وانا ممكن يعني اديله الكارت ده وقول له يتصل بيا ضروري. اتصل. مش هقدر اقعد اكتر من نص ساعة، لازم ارجع لكريم. ما تخافيش مش هنتأخر، بس لازم تبقي موجودة. نعم اتفضل. خدت ايه من الست يا فاري؟ خدت ده، عايز سيدنا يبقى اتصل بيها. هو اديله كارت؟ لا يا حبيبي اديهوله انت، براية الحوار ده. اسحب. احنا لغايه دلوقتي محافظين. انت لسه هتقول لي محافظين؟ محافظين على ايه؟ الحسابات كلها مكشوفه والبنوك مش حاطرتها ضغط العجز ده، يبقى فاضل ايه تاني؟ ما هو مش معقول كمان تكون دي كل حسابات اخويا المرحوم. اكيد انا متاكده ان في ليه حسابات في بنوك تانية. حضرتك هو ده اللي احنا نعرفه. لو المرحوم قادر ليه حسابات تانية ممكن حضرتك تسالي فيها فريده هادي. مساء الخير. مساء الخير. ايه رجعت الميزانيه؟ ميزانيه ايه يا حاتم بيه؟ هي فين الميزانيه دي؟ يعني ايه العجز وصل 500 مليون؟ حصل امتى العجز ده؟ حضرتك ده اجمالي العجز بما فيه العجز المرحل للسنوات اللي فاتت. وفجاه كده بقوا 500 مليون؟ ليه؟ احنا كنا فين؟ ادري بيه كان بيسدد العجز ده من حسابه الخاص. اخويا الله يرحمه كان بيسدد حصته من العجز وحصتكم انتوا كمان. خلاص فريدة هاني بتدفع. هدفع منين؟ من حسابات المرحومة أخويا اللي في البنوك. ما أنا كمان مش ممكن أصدق إن هي دي كل فلوس أخويا. أخويا الله يرحمه كان له مليارات في بنوك بره، وفريدة هاني. لو سمحت أنا لا أعرف حاجة عن حسابات ولا بنوك، وكفاية قوي اللي أنا فيه. إحنا هنقعد ندور على فلوسنا اللي بره يبقى بنضيع وقت على الفاضي، والوضع المالي في المجموعة مش مستحمل. ما هو انت لو في دماغك ان احنا اللي هنسد العجز ده تبقى بتحلم. الكل هيسدد وحسب حصته، انا مش هشيل كل حاجه على نافوخي. انا مش هدفع ولا مليم. وتدفعي ليه؟ ما فريده تبيع حصتها وكفايه الورث اللي ظاهر واللي لسه مستخبي. انا ما عنديش حاجه غير مجوهراتي، لو عايزينها خدوها.
فريدة، فريدة استني بس. يا فريدة. وحضراتكم مستنيين ايه؟ مش خرجتوها؟ اتفضلوا مع السلامة. فايز بيه. أنت لسه هتقول لي فايز بيه. أنتوا متفقين مع حاتم علينا. اسمع، أنا مش هسيب حقي ولا حق أختي في الشركة دي. هجيبه يعني هجيبه. ومش بعيد أدخلكم كلكم السجن. ايه الكلام ده يا استاذ صبري؟ الاوراق كلها معاهم وشغلنا مظبوط. خليه يبلغ النيابه. مش بعد السنين انا اشتغلتها مع المرحوم ده يبقى دي اخرتها. في واحده ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزه سيدنا يكلمها. ست مين دي يا اخوي؟ وما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما احسن. لا 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 لا، طب كنت خدت راي سيدنا الاول. طب ادخل اللي عليه دور. اوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا، وسعيد ادفع 100 جنيه بس ادخل له. يا ناس ارحموا سيدنا شويه، انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقرا له؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبتي معاكي زهره؟ مفيش وقت للكلام ده خالص. اتصرفي زهره، اتصرفي. يلا خلاص، سلام سلام سلام. يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنتي قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمة كده ترمي لك عظمك وأنا جاية؟ كده رضا. قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي. اه يا بنتي يا وزه، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالعينها طول النهار. انما جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي الماره، ما هو باين على وشك يا بنت. هو انت كانت عمر الدمويه جريت في خدودك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهواكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوازه يا اختي وكيسي ده المخدرات جابته الارض. سيبهولي يوم في الاسبوع، انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما اطلع العفاريت على جتاتك. يلا فاتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك يا متولي؟ خدت متولي في سكتك؟
جاتكم داهيه انتوا الجوز، الهي ما توعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمه الدفع. ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وهو حر. ده راجل مش عايز من الفلوس حاجه. خلاص خليه هو في ملكوته وخلينا احنا نشوف حل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتقبل ودلوك. نقبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها لبلدنا المنظره وهناك تسالوا على الشيخ جاد ده عمي. هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. بقول لك لقمة كده بس بر نفسك، ده انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح رواح بقى. Thank you.
بقول لك ايه، احنا نعمل تذكره الدخول ب 100 جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي عتقروا في كتاب ربنا، قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم جلابية بيضة. جلابية بيضة. انتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا جتة الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميت لك لا سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة آخر مرة. يعني تعبة روحي وسالقة الكوارع وفي الآخر ما يمدش إيده عليها؟ رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفة الراجل ده حكايته إيه؟ روحي عند عمي جاد وانزلي على منفلوط وأنا حصلكوا، بأنه بيعمل الحكاية دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت، وانا ماليش بخت في اي حاجه. Yeah.
ساكن دروبها تضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي ما هو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم جلد دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر بالراحه سلام يا فندم مع السلامه البلاغي اللي جالنا دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر انت مرضتش تقابلني ليه لما جيت لك؟ ما كانش مكتوب لي اقابلك وديني قابلتك وغصب عنك بقت لي ناس مالها الذنب ما كانش مكتوب لهم يعيشوا واحمد ربنا انها جت لحد دول وبس يا شيخ خلف ولا تحب اقول لك يا باشمهندس حسن ابوك الشيخ عبد العزيز شيخ جامع وبلدكم المنظره مركز منفلوط صح ومراتك واولادك يا عيني ماتوا في حريقه وانت يا حرام ما استحملتش
خدت في وشك من جامع لمقام لزاوية وال... أكمل؟ كملي. مش مهم التفاصيل، أنا بس حبيت أعرفك إني أعرف عنك كل حاجة، حياتك كلها عندي. بس باين عليك طيب وغلبان قوي يا راجل. حد يبقى عنده نعمة زي دي ويروح يقعد في المدافن؟ ويا ريتك عارف تقلب رزقك فيها، إلا واخدك الحنية قوي على الغلابة، بتعالجهم ببلاش. انت عايزة مني ايه؟ عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة، وبعدين نتكلم. أسيبك على خير. خير شر اللي رايده ربنا. قاعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن. اتفضل يا شيخ خلف. شاي ولا عصير؟ ميه. هتحتاجها برضو. شوف كاتبين عنك ايه. البوليس قلب الدنيا عليك وانت مستخبي هنا. ريح روحك، مش هتقدر تأذيه. عيون اليهودي طلسمك، نجش على جلدك وما سابش سنتي واحد. يعني ما تتعبش روحك،
بقول لك ايه، ما تروح تاخد دش وتغير هدومك وتروق كده شوي، عندنا شغل كتير قوي. الشيخ ده مش سهل، ده غير اي حد اتعاملنا معاه قبل كده. هيعرف ينجز يعني يا زهرة؟ الدنيا غمقت على الاخر. ان شاء الله هنوصل، انا متأكدة اننا هنوصل. يا اهلا يا اهلا، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ها في شيخ بقى؟ فكونا من التخاريف هذين. خوك ورا البضاعة في زراديب وراها في بطن الحوت، أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي دفعته يردلي، يردلي بضاعة، يردلي قروش، المهم يردلي. هترجع، إن شاء الله هترجع، وبإذن الله بعد أسبوع واحد كل حاجة هتبقى تمام. حاجة بتقول أسبوع يا حاتم بيه؟ كمان أسبوع إن شاء الله، أقل من أسبوع كمان. البنوك بدأت تحجز على الشركات وعلى المصانع. أخويا قادر الله يرحمه كان. الله يرحمه، حسابه عند ربنا وحسابنا احنا معاك انت. الأسبوع نخليه اتنين وهوك يبقى واجبك خلص. ثانية. ألو، أيوة فريدة. إيه؟ طيب، طب ليه ما كلمتيش الدكتور شوقي؟ طيب 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 أنا جاي جاي جاي، خلاص ما تقلقيش، جاي. سلام. هضطر أمشي، كريم ابن فريدة تعب بس شوية. خدني على سكتك يا حاج. اتفضلي. ربنا يشفي هيلكم يا رب. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام، هي اللي طلبتك؟ بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك تعبان قوي؟ لا، ده انا بقى اللي هاجي واطمن عليه. مع السلامة. ما هو بص بقى، انت لازم تفهمني هنسدد الديون اللي علينا دي ازاي. يا ست هنسدها، ما تشغليش بالك انت، وشوفي لنا حاجه نشربها. فاتن فاتن. نعم يا هاني. اتنين اورنج جوس. حاضر. وحاتم خلاص ضمن انه هيكوش على كل حاجه؟ مش هيلحق. انت بتتكلم كده زي ما يكون عارف حاجه ومخبيها عليا. ايه، فريدة قفشت على حاتم؟ وفريدي، ما انت دايما انت. ما هو ايه، ما هو ايه يا رانيا يا حبيبتي؟ بس ما توجعيش دماغك انتي واشربي العصير. رايحة فين يا طماطم؟ هتطمن على كريم. لا، طالما هتطمن على كريم يبقى نطمن عليه سوا. ايه، نقعد نشرب العصير مع بعض. لا يا حبيبتي، اشربي انت العصير وانا هبقى اجي اطمنك. يلا نطمن على كريم. ما بتاكليش ليه؟ هاكل اهو يا حاج. حاج؟ حاج ايه؟ قولي يابا، مرات الغالي تبقى بنتي، فاهمة ولا نعيده تاني؟ حاضر. يا عم الحاج. مين يلا هتخبط؟ أنا حسين يا عم الحاج. أخو حسن. ادخل يا ولد. مصيبة يا عم، حسن متهم بكتلة اتنين وبدوره. مين دي يا عم؟ ملكات صالح، ضيفة هتقعد عندي يومين لحد ابوها ما يعاود. يعاود منين؟ انت حشري ليه؟ انت جاي فيه ولا فيه؟ خليك في الخربطة اللي هتقولها دي. اهي يا عم،
اهي صورته. ها يا دكتور شوقي، اتأخرت ليه؟ طب ممكن لو سمحت تيجي بسرعة؟ لو سمحت. بعدين يا فريدة، هينفع اللي انت عاملاه ده؟ ولا انا فيه ينفع؟ مش قادرة ألمس ابني. معلش، الصبر. أنا كلمت الدكتور شوقي وهو جاي دلوقتي حالا. أنا كمان كلمت الدكتور شوقي من ساعة وقال إن هو جاي حالا. على ما يجي بقى هيكون كريم. فريدة، وبعدين مش عاوزين الأفكار السودة دي. إن شاء الله كريم هيبقى كويس. مش قادرة، مش قادرة، تعبت خلاص، تعبت وابني تعب والله، مش قادرة. سيبت اعصابنا يا دكتور، اتاخرت ليه كده؟ خير بس يا حاتم، ايه اللي حصل؟ كريم ضغطه وطي وحرارته ارتفعت جدا. ده من امتى الكلام ده؟ من حوالي ساعة كده تقريبا. تفضل يا شيخ خلف. خد دوق دي كده من ايدي. بعدي. اديني بعدت خالص اهو. شيخ خلف، الحكايه فيها رزق جامد قوي. حاتم ناوي يديلك مليون جنيه مكافاه، ولو اني شايفه انك تستاهل اكتر، لكن مش مهم. مليون جنيه ناخدهم، مش قليل. ولا 10 مليون، ما تلزمونيش في حاجه. لا هلبس جلابيه فوق جلابيتي، ولا هاكل لقمة أكتر من اللي قسمها لي ربنا. بص بقى، ما أنا مش هقدر أجيب لك أكتر من 2 مليون. تمن دم زينهم ومتولي. شيخ خلف، ما تطمعش. صحيح إحنا محتاجين لك، لكن خليك حنين معانا. ده أول بيزنس بيني وبينك.
يعني نهدي اللعب ونشتري بكرة. واتنين مليون مبلغ مش قليل. اتنين مليون مبلغ مش قليل. معك حق. يبقى اتفقنا. نقوم بقى نروح للناس اللي مستنيين. يلا يلا يا شيخ خلف. يا ساتر، ده انت صعب قوي بس قلبك حنين. اغير هدومي. هي فريده طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور شاف التحاليل اللي انتوا عملتوها؟ شافها ولسه مش باين حاجه ومحتاجين نعمل تحاليل تانيه. يا حبيبي يا كريم، لا لا لا، انا مش قادره. بص الله يكون في عونك يا فريده. يا اهلا بالشيخ خلف، يا اهلا بالبركه كلها. اتفضل. اسمع بقى، انا ضيعت وقت كتير وما عنديش وقت تاني عشان اضيعه. انا هديك 10 مليون بس تنجز. انجز ايه؟ انت سمعت عن قدر اخويا الله يرحمه؟ مش مهم. قدري عمل فصل بايخ قوي، مات فجأة. كان مخبي أوراقه وتجارته وذهبه وفلوسه وكل حاجته في مخزن هنا في الجبل. المشكلة بقى إن المخزن ده طريقه كله ألغام، وما كانش حد يعرف يطلع ولا يخرج غير أخويا الله يرحمه. مش هخبي عليك، جبت مشايخ كتير، منهم اللي ماتوا منهم اللي معرفش يعمل أي حاجة. بس أنت الظاهر عليك زي ما بتقول زهرة إنك أصلي يا شيخ خلف. 50 مليون جنيه، وقبل الخمسين مليون براءتي تطلع في كل الجرايد. انت طمعت يا شيخ خلف، وده يخليني اتعامل معاك بطريقه تانية مش هتعجبك. ايه يا حاتم، زعلت من كلام الشيخ خلف ولا ايه؟ زعلت؟ ده تقريبا شتمني. زهرة هاني مبلغ البيه ان كلمتي واحده، ولو عقلكم صور لكم انكم تقدروا تضروني انا كمان اقدر اضركم، وطريقنا انقطع لحد كده. ايه ايش خلف، هتروح فين؟ احنا هنا في هو. هو عليكم مش علي. ولو رجالتك عايزين يطخوني يوروني الشجاعه. يا شيخ خلف، جرى ايه؟ البيزنس اتفاق. اقعد اقعد، احنا عاوزين نقرب المسافات. نقرب مسافات ايه يا زهر؟ هو المخزن فيه كام؟ 50 مليون، لما هو لوحده عايز ياخد 50 مليون. 50 مليون لوحدك يا خلف؟ ده انت في التراب كنت يا دوب بتتحصل على 100 جنيه. كل برغوت على كد دمه، وانتوا دمكم غالي عندي قوي. ولا انت عندك حديد تاني؟ اسمع، هزودك عليهم 5 مليون. انا اللي عندي قلت. الحقيقة بقى، العرض اللي بيعرضه حاتم بيه محدش يحلم بيه. ده أنا لو جبت كل السحرة اللي من المغرب. مهيون اليهودي مات. الله ولي يا شيخ خلف، 50 مليون اللي انت عايز تاخدهم دول ناوي تعمل بيهم ايه؟ ويا الفلوس هيتعمل بيها ايه؟ لا، الفلوس بيتعمل بيها كتير، بس مش مع واحد جايبينه من القرافة. خلاص نعاود على القرافة. عاود وانت ميت ان شاء الله. ربنا اللي يعلم مين فينا اللي حي، ما
ومين فينا اللي ميت؟ الظاهر ان مراتك وحشتك وعايزها جنبك. شوف، في الصعيد عندنا انت وكل اللي حواليك دول ما تعرفوش تلمسوا عيله صغيره وسط اهلها. جرب. كل اللي عايز اشوفه. طيب سلام. ايه ناوي تعمل ايه؟ سيبيه كام يوم كده مرمي. بتحب الجمبري يا شيخ خلف؟ كلها نعم ربنا. طب اتفضل كل بألف هنا وشفا. ماليش نفسي دلوقتي. انت ليه منشف دماغك قوي كده؟ ما كنت قبلت اللي قالك عليه حاتم بيه؟ انت واثقة من كل حاجة. ابقي اتحججي وانت هتبصي للي قدامك. حاتم بيه كلمته واحدة. حاتم بيه القرش سيده، يروح وراه مطرح ما يروح. زهرة هانم، تعرف الحية بتغير جلدها كم مرة في الحول؟ وبتغيره ليه؟ عشان داق عليها، هيخنقها. وفي برضه خلايق بتغير جلدها. غيرت جلدي كم مرة؟ طبعا ما تعديش. شوف يا شيخ خلف، أنا ما انكرش إنك تفرق كتير عن اللي في سكتك، لكن خد بالك الموت ما يغلبوش غلاب، والرصاص ما فيش أكتر منه. يعني ما تلعبش مع ناس ما تعرفش آخرهم. كل كل يا شيخ خلف على قد نفسك. كل. شيل البراجع يا دنيا، تعالي وش الوش. انا بعرف الماضي وانتي بتعرفي الاتي. شيل البراجع يا دنيا، مش لازم نغش.
ساعدينا نزل حمولي تعب كتافاتي. الناس مقدرة اللي حصل لقدري بيه، بس دي مصالح يا باشا، انت أدرى. هاني انت شيخ مهيوب، بس انت برضه لو كنت تعرف سكة المخزن من الأول كان زماننا خلصنا. قدري بيه ما أملكش وانت أخوه، يبقى حيآمن لحد تاني. أنا دليتك على المطرح وانت عليك تدخل. مطرح يا شيخ مهيوب؟ دي صحراء ومليانة ألغام، وانت لا عارف شرقها من غربها. حاتم، الشيخ خلف هيعرف، أنا متأكدة. السوق عطشانة بقالها مدة والحكومة مش دريانة. انت لو نزلت الحاجة اليومين دول هطول الرقم اللي انت تريده. ضغط كريم 80 على 50. 80 على 50 يعني ايه؟ ما بيردش، عمره ما رد على التليفون. الو؟ ايوه حاتم. حاتم تعالى الحقني بسرعه علشان كريم ضغطه 80 على 50 ومش عارفه اعمل ايه، والدكتور شوقي ما بيردش على التليفون خالص. تعالى حالا. طيب خلاص، جاي جاي بسرعه. جاي
فريدة، الدكتور شرعي على وصول. عايزك بقى تهدي وتطمني وكل حاجة هتبقى بخير إن شاء الله. تقريبا هو ده اللي وصل. عيون اليهود طلسمك نجش على جبهتك.
تصوير الضغط بالصوره السريعه دي موضوع خطير جدا. انا اديته حاجات ترفع الضغط بسرعه، لكن الحقيقه الموضوع يخوف. ربنا يتولى برحمته. دكتور. نعم. انت تقصد ان كريم ممكن يجرى له حاجه؟ دي حاجه مش بايدينا يا حاتم بيه، دي حاجه بيد ربنا. لكن الاضطرابات المستمره والسريعه في كل اجهزته دي حاجه تقلق. انا نفسي مش لاقي لها سبب. عموما هنعمل تحاليل جديده. ربنا يستر معانا. ميرسي يا دكتور. وانا اللي فاكرك طيب ومالكش في العوق. فوق يا شيخنا، عيش لك يومين وتمرمغ في اليغمة. العوج اعوذ بالله منين؟ معرفوش. واليغمة اللي بتتحدث عنها دي انا شايف انك مش مالية يدك منها ومالكيش كلمة فيها. يبقى انت لسه معرفتنيش. امشي ورايا وانت تشوف. ما جربتش امشي ورا حرمة. الحرمة ايه؟ ما تعرفش غير السرقة والقتل والدم. لو عقلك بيقولك انك ممكن تلعب معايا فانا ممكن اوريك الويل اللي عمرك ما شفته في حياتك. جربي. ادخلي نامي وخلي عينيك مفتحة. ما تغمضهمش مرة يا واصل. فريدة انت لازم تاكلي. لازم تاكلي عشان تقدري تقفي على حيلك. كده بتصعبي الامور عليكي. انا مش عارفه اعمل ايه. ده انا ما لحقتش اصحى من مصيبه موت قدري. اصحى على المصيبه اللي فيها ابني كده. الموضوع ده مش على دماغك انت بس يا فريده. الموضوع ده على دماغنا كلنا. بس انت لازم تبقي اقوى من كده. فريده انت عليكي مسؤوليات كبيره. على فكره اخواتك كلهم بيتمنوا موت كريم. اوعى تفتكر ان انا مش فاهمه. لا انا فاهمه. بس يغور كل حاجه. سيبوني في حالي بس. اهو ده كلام يسد النفس. مفيش مخلوق يا فريده يقدر يقرب لك طول ما انا موجود. لا انت ولا كريم. انا عارفه. معلش انا اسفه، انا متضايقه بس وبفضفض. انا عارفه انك ما سبتنيش لحظه. ربنا يعلم يا فريده انا شايل همك قد ايه. مش عايزه اخليك تحسي بموت قدري ولو للحظه واحده. ايوه كده اضحكي بقى. طبعا في فلوس كتير مستخبية، ومش فلوس بس، ده في حاجات تانية كتير، وفريدة بس هي اللي عارفة طريق الحاجة دي فين، وعمالة تلصم في كريم لحد ما تسلك اللي عايزة تسلكه بعيد عن التركة. احنا لازم نعرف طريق الفلوس دي مستخبية فين. انت بتتكلم كأنك عارف ان كريم خلاص هيموت بكرة، ويمكن الليلة او بعد سنة. هنستنى بقى لما تبعتر هي كل الفلوس دي وما نورث غير ديون البنوك. يا فريده
ايوه جبت التحاليل، بس انا وصلت البيت اغير هدومي بعد كده ارجع لك. يلا طيب سلام. حاتم عاوزك. طب ما انا كمان عاوزك. انا رحت جالي علم وعرفت انك اشتريت صبري واللي معاه. اسمع بقى، الاوراق كلها اللي جابها لك صبري مضروبه. وانا بقى اللي ضاربها؟ لا، محدش قال كده، المرحوم هو اللي ضاربها. دي الاوراق اللي كان بيصدرها للحكومه واللي انت وصبري عايزين تصدروها لنا. فين فلوس قادر يا حاتم؟ ايوه يا زهر. ونخلص منه. نقتله ده ايه؟ انت اتجننتي. اطلب بينا العربية يا بيه. جرى لك ايه يا حاتم بيه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ فتحت الباب ودخلت. وعرياك هربت ليه؟ خفت من زهرة هان، عايزة تقتلني. تقتلك؟ المرة دي باين عليها مش طبيعية، الزهر عليها اتدبت. لا لا يا شيخ خلف، انت بس اللي مش عايز تفهمني. زهرة لا عايزة تقتلك ولا انا عايز اذيك في حاجة، احنا كل اللي عاوزينه منك مساعدة انسانية. احنا بنعمل عمل انساني كبير قوي يا شيخ خلف، وعايزين خدمتك معانا. والعمل ده احنا لو ما كملناهوش في ناس غلابة كتير قوي هتضطر، وانت راجل خير وبركة، ما ترضى عننا بقى يا شيخ خلف. حاشا لله يا بيه. ايوه فريد، انا جايب التحاليل وجاي. معايا التحاليل. اوكي باي. مشوار بسيط كده بس يا شيخ خلف، ونروح نعمل مشوارنا وهرضيك يا سيدي. Thank you.
مش هتأخر عليك يا شيخ خلف. ها بقول لك يا شيخ خلف، ما تروحش كده ولا كده. انت لقيتني في عربيتك يا بيه، اتوكل على الله. بقول لك يا شيخ خلف، ما تيجي تقرا لنا كام صوره كده عشان. اتفضل اتفضل. مرحوم اخويا عنده ابن عيان قوي، عايزك تقرا له كام صوره كده عشان ربنا يشفيه. اتفضل. دقيقة واحدة مش هتأخر عليك. ده راجل صالح، ناس طيبين دلوني عليه، قلت اجيبه يقرا شويه قران لكريم يمكن. نعم تعبتك معي. عيب تقولي كده، كريم ابن اخويا يعني زي ابني بالظبط. خلف اطلع يا شيخ خلف. بسم الله. يلا خش انت اوضتك وانا هقف معاه. يلا امسك يا ستي كمان، دي نتيجة التحليل بتاع كريم. ميرسي يا حياتي. يلا ادخلي. يلا تصبح على خير. اتفضل يا شيخ خلف اتفضل. بعد اذنك بس يا شيخ خلف هنلبس دول واحنا داخلين على كريم. لا يا شيخ خلف، انت لو دخلت كده على كريم ممكن يموت فيها. انا هجيب لك كرسي تحطه هنا جنب الباب. تعبك كتير كده وتخش تنام، وانا هخليهم يوضبوا لك اوضه عشان تخش ترتاح فيها. عايز اصحى الاقيك جاي تليك من نفسي يا بي.
علينا. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. تعمل ايه يا شيخ بكري اذا كان الخير ملضوم بالشر؟ والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. تعمل ايه يا شيخ بكري اذا كان الخير ملضوم بالشر؟ We'll be right back.
تخافيش، ما تخافيش. حاتم، حاتم تعال هنا. حاتم انت فين؟ فيها يا كريم؟ تعال هنا حالا حالا. سيب ابني يا مجنون. ما تخافيش عليه. بقول لك سيب ابني يا مجنون واخرج برا الاوضه حالا. فريده قلت لك ما تخافيش عليه. اوعى فريده. حرام عليك سيب ابني، حرام عليك هيموت. حد بص بالبوليس يا حاتم. هات كريم يا شيخ خالد. اوعى حرام عليك، ابني هيموت، ابني ما يستحملش هيموت والله. فريده اطلب الدكتور شوقي يا حاتم بسرعه. اهدي يا فريده. سيبه. اهدي يا فريده. حرام عليك هيموت كده. هات الولد كريم، ممنوع انه يتعرض للهوا. الواد الغلبان ده مالوش ذنب في الخلافات اللي بينكم. خلافات ايه؟ خد ابني ليه؟ اهدي يا فريده. كريم ممكن يموت لو خرج من الاوضه دي وانت عارف. اهدي يا فريده. انت اللي سامع كلام الدكتور. ابني مات. كريم ان شاء الله يبقى بخير. تعال. الضي ضايق عينيه. ما تخافيش قربي. قربي. أنا ما استجب. دلوقتي هتلمسيه توكليه. إن شاء الله تجوزيه كمان. مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق. البركة في الشيخ خلف. البركة في ربنا. ربنا هو اللي كتب الشفاء للغلبان ده. اتعذب كتير وشال ذنب غيره. كريم. اليوم كفاية عليك كده. بسم الله. ساعي. ما حدش يدخل غير أمه. زيحة ده. ما حدش ليه عازة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. يلا. أنت بقيت أحسن الحمد لله. محدش يدخل عليه غيرك. حاضر. وحرصي عليه. محدش هيدخل عليه غيري. و ما ياخدش أي حاجة من حد غيرك. مفهوم؟ هو سيبيه هينام. اقفل الباب. حاضر. Oh,
طب نعمل ايه؟ نكلم الدكتور شوقي؟ عشان يعمل ايه؟ مش عارفه، عشان نطمن بس. يعني هم الدكاتره حاطينه في خيمه اكسجين بقالهم سنه بحالها، وقالوا ان هو لو خرج براها هيموت. اديك شايفه اهو، نزل الجنينه وشم هوا وشاف الشمس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. حاتم، انت وصلت للشيخ ده ازاي؟ انا مش وعدتك؟ أبا جاد. أيوه يا بنتي، اليد من آدم. أنا قلقانة أوي على حسن. اقلقي على روحك، حسن مع ربنا، واللي مع ربنا عمره ما ينضر. أنا كنت عايزة أقولك ما تقوليش وما تخافيش، وربنا هيظهر براءته. أنا عارفة إن حسن هو اللي قتل. أيوة، أنا شفت العصاية بتاعته اللي ضربهم بيها مرمية جنب زينهم ومتولي، وشفت كمان السبحة، وخدت الحاجة دي كلها ودفنتها بنفسي. حتى لو لقيت في يد سكينة، حسن ما يعرفش يقتل ولا يقدر. أمال هرب ليه؟ وراح فين؟ حياجي حياجي، وحتلاقيه قدامك بعون الله. ايه دي؟ وبعدين يا حاتم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ في خلف اللي هرب ده. انا خلف معايا من امبارح. معاك؟ انا زعلانه منك على فكره. زعلانه مني؟ ليه؟ علشان سايبنا انا وكريم في الهم ده من زمان، وانت تعرف الشيخ البركه ده؟ لا ابدا والله، انا معرفش الشيخ خلف غير من 3 4 ايام بس، وراني فيهم العجب. شيخ واصل بجد، بركه واصل. نفسك افوق يا حاتم. تشغليش بالك، انا عامل حساب كل حاجه. الا هو الشيخ خلف لسه ما خرجش من اوضه كريم؟ كل ما ابص عليهم الاقيه يا بيقرا يا بيصلي. لا بركة وأصلي فعلا. عشان لقيت الاوضه مفتوحه افتكرته معاكي. نعم؟ يعني ايه يعني؟ كريم فين؟ كريم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي. بحق كاف نون وما بينهما من سر مكنون، اشفيه يا رب، اشفيه يا رب. خطف، خطف، انا متأكدة ان هو خطف، خطف ابني وهرب بيه، هرب بيه يا حاتم. شوف، شفت عمل ايه؟ انا كان قلبي حاسس اصلا. يا فريدة، انا بعت رجالة عشان يجيبوه، وهيجيبوه هنعرف ايه اللي حصل. اللي حصل؟ انا هقول لك اللي حصل. اللي حصل ان هو دخل على كريم، لا مات، خاف نسجنه، خاف نسجنه، فخده، خطفه وهرب بيه، هو ده اللي حصل. لا يا فريدة، انا دماغي فيها حاجة ثانية خالص غير كده. انا بقول انه طمع وخده عشان يساوم بيه، وحاسه كده انه هيتصل دلوقتي يطلب فديه. انا متاكده ان هو عمل كده. ايوه صح، انا كمان متاكد انه هيعمل كده. هو يعمل كده ليه؟ ليه؟ ليه ما هو كان يطلب اللي هو عاوزه كنا هندهوله؟ ليه؟ انت بلغت البوليس بجد؟ ايوه طبعا يا فريده، بلغت البوليس من ساعه ما قلتيلي. الله، طب امال هم فين دلوقتي؟ بيدوروا عليه. انت ايه عايزهم يجوا يقعدوا وسطينا؟ أنا اديتهم صورة الخلف وصورة الكريم عشان يوزعوا على كل كمائن عشان ما يقدرش يخرج بره اسكندرية، وكمان هما بيدوروا في الأماكن المحتمل إن هو ممكن يروح يقعد فيها. أماكن؟ أماكن إيه يا حاتم؟ أماكن إيه؟ هما اللي زي دول ليهم أماكن؟ أنا ابني اتخطف. أنا جبت كريم وجيت أزورك يا سيد أحمد عشان تقف جنبه وتباركه. الواد شتته زي المنخل، ومالوش ذنب باللي عمله ابوه. فبحق علمك وبركاتك وبركات اولياء الله الصالحين، تدعو له ربنا يقف جنبه وياخذ بيده. ادعي له يا سيدي، ادعي له. انت دلوك في دار الحج ودعاك مقبول ان شاء الله. السم دخل جدته ومعي سيبه، ادعي له، ادعي له يا سيدي. عرفت يا زهرة دماغه فيها ايه؟ ده راجل طماع وحرامي. أول ما شاف القصر عينيه زاغت وحاب يساومني على الواد. بقى ده شيخ ده؟ ماشي يا خلف الكلب، أنا هخليك تندم على كل دقيقة شفتني فيها. بس يا ريت يكون ده اللي حصل، ما يكونش كريم مات فعلا وهو خده وهرب بيه. أبقى خسرت كل حاجة، أبقى خسرت فريدة والتركة والمخزن، بس أنا اللي أستاهل إني طوعتك يا زهرة. هو أنا اللي دخلته هنا؟ أنا كنت جايباه عشان مصلحتنا مش عشان مصلحتك أنت وفريدة. وأنت يعني ما كانش هينو بك حاجة من مصلحتي دي؟ كنت هترمي لي شوية ملالين تسكتني بيهم. هاي الملالين دي يا اختي اتبخرت. يا ما حذرتك منه وقلت لك يلا نخلص منه، نقتله. هقتله، هقتله يا زهرة، بس اجيبه الاول. انت قلتي لي ان انت عارفه عنه كل حاجه،
ايوه، لكن انت بلغت البوليس فعلا؟ بوليس ايه اللي بلغه؟ ابلغ البوليس عشان يقبض عليه وضيع؟ انا بقول لفريده كده بس عشان اهديها. طب افرض بقى اتصل عشان يطلب الفديه. ها؟ شيخ فضل، شيخ فضل، شيخ فضل، شيخ الله، خلف الله، شيخ خلف، شيخ خلف، يا عز الأحباب. قصدك في خير، استعصى علي. الله المستعان يا ولدي، تعال. اسمي شيء، يا شافي يا معافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب يا رب، ربنا يجعل الشفاء على يدك. يا رب يا رب. السم سرح لقلبه، ربنا يسترها بإذنه ومشيئته. يا سبحان الله، يروحوا لاخر الدنيا لاجل ما يسموا طفل صغير بالشكل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين بس اللي قلبه طاوعه؟ الطمع بيظلم قلوب الناس يا سيدي. الله يفتح عليك يا شيخ خلف ويزيدك من نوره. ملهاش تفسير تاني، حد مليه الغل والحقد بينتقم من الناس، فعيل صغير بريء ملوش ذنب. تعرف يا شيخ خلف ما يعملش كده غير اللي ما يتسمى عشب، سمه ما يبنلوش أثر، يفضل يسلف جسم البني آدم حبة بحبة وبشويش لحد ما يخلص عليه خالص. لكن ربك كبير كبير ومحدش يكبر عليه واصل. والنعمة بالله يا سيدي، والنعمة بالله. تعالى حبيبي. ايوه. تعرفش بيت الشيخ خلف الله فين؟ خلف الله؟ خلف الله مين؟ عمك حسن ابن الشيخ. ايوه ايوه، اخو عم حسين. اشرب دول كمان يا كريم. لا خلاص مش قادر. مش قادر ليه؟ بطني وجعتني. طب خلاص
اجيب لك دواء البطن. لا لا خلاص هاكل هاكل. ايوه كده يا ابو عم اشرب. يا وردتنا ايام ربنا ما يعيدها ابدا. يا كريم خد انضغ لي يا ولدي. خد من بركتنا كلنا. انت اللي بركتنا يا سيدنا. ما تقولش كده يا سيدنا، انا ما طولش مقامك العالي ولا عتابك. نعتاب للاحباب وانت من الاحباب. ربنا يزيدك من نعيمه وربنا يبارك لنا فيك. امضغ يا ولد. انا بقول لك عايز املحها لتلحين. على صوتك وسمعها له. انا كده دي مجسمه مجسيم. من بعتك يا هتجيب من بعتك يا تعالى حبيبي. ايوه تعرفش بيت الشيخ خلف الله فين؟ خلف الله. خلف الله مين؟ عمك حسن ابن الشيخ. ايوه ايوه اخو عم حسين. بقول لك عايز املحها لتلحين. علي صوتك وسمعها له. انا كده دي مجسمه مجسيم. من بعتك يا هتجيب من بعتك يا تايتانيك يا ولاد. عندنا يا ولاد. ودخلت ازاي البلد انت على جديد؟ دخلت البلد ازاي؟ خلاص بقول لك ما تعلصش لك عشان اعمل جنبك. قول انا مره. قول انا مره. فوق شكر. هد البشكور وسخنه لي ده عشان هفور جسمه خلاص. لا سلامك يا واد عمي. بقول لك سيبه لي على جديد. يا ده انت مسبسب يا. ايوه يلا شيل. اللهم اكفنا شر النار يا رب. ايه يا كريم مبسوط يا ولدي؟ البركه فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ خلف. انت الخير والبركه. يلا واحد كمان. هات يا ولد. بسم الله بسم الله. الله أكبر. الله 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 الله. إيه ما شاء الله ما شاء الله. ورقة ورقة. يلا إيه الجمال يا ولد الجمال. بالراحة عليه يا شيخ خلف. بالراحة عليه. أنا السبب. أنا السبب. أنا ضيعته. أنا ضيعت ابني. أنا السبب. محدش اتصل. واضح إن هما معرفوش يوصلوا له. هنفضل مستنيين لغاية ما حد يتصل. دلوقتي يتصل ويطلب الفدية. أنا واثقة ومتأكدة من الكلام اللي أنا بقوله. يا هانم الشيخ خلف جاي وكان في إيده. كريم كريم بالراحة عليه. بالراحة عليه. هو أحسن بس تعبان من طول المشوار. حبيبي أنت كويس؟ أنا عايزة أنام يا ماما. تقول إيه؟ زي ما سمعتيه عايز ينام. خدي نوامين. أنت إزاي يا راجل أنت تاخد الولد من مش وقت الكلام ده خالص. مفيش حد هنا من اسمنا.
يا ابوي بقول لك حسنا. ما تنحش ماشي. سلام عليكم يا اخوان. طيب يا حاتم، عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس. كويس بس؟ انا برضك علمتك كده؟ انا الحمد لله كويس. على فكره انا لو جات لي سكته قلبيه هتبقى انت السبب يا شيخ خلف. بعد الشر عليكي، سلامتك. هو الشر مش هيبعد عننا الا لو فضلت معانا، مش كده يا كوكو؟ هو مش هيسيبني علشان انا بحبه. وانا كمان بحبك يا ابو عمو. بص بقى، أنا ماليش دعوة باللي حاتم هيديهولك، أنا هفتح لك حساب. بكام؟ اللي حضرتك تقول عليه. يعني بأكتر من اللي ربنا مني عليا بيه ولا أقل؟ نعم ربنا، ما تتكللش بأي فلوس، والفلوس ملهاش قيمة إلا على الأرض اللي إحنا عايشين فيها. ادعي ربنا يتمم شفاه. سمي خدي باطك. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعي ربنا. اقول ايه؟ اللي عايز يقوله قلبك. ساعات معي وكل يوم بيبقى تعبان اكتر منه. ولدك حبايبه كتير وعلى كد ما قدروا ساعدوه. حبايبه؟ مين حبايبه؟ دع الخلق للخالق. يا شيخ مهيوب، احنا في الطريق. سلام. ما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تكون بالشكل ده. ما كنت اصدق. قال لي يا شيخ خلف، انت عندك حساب في البنك؟ ايوه عندي. تمام. طب يبقى ابعتهولي علشان احول لك عليه المبلغ. تحول عليه ايه؟ 50 مليون جنيه؟ ليه؟ امال يعني هعبهم لك في شويله؟ لا اقول لك تنقل لي شويه اسهم من اللي عندك على كام حته ارض، والباقي لو 5 مليون 3 مليون تجيبهم لي في شويه.
بس العقود والأسهم قبل ما خطي خطوة واحدة. ياه، ده ايه التخطيط ده كله؟ انت متأكد ان زهرة جايباك من المدافن؟ ما تاخدش باللي باين يا حاتم بيه. عندك حق. يا اهلا يا حاجه. ازيك يا شيخ مهيوب؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. ايه، هو حاتم بيه لسه ما جاش؟ على وصول يا حاجه. بس انت ماليه ايدك من الشيخ ده، والله يطلع زي اللي قبليه، يروح ولا يرجعش. لا، ده حاجه تانيه خالص غير اللي عرفتهم قبل كده. الحمد لله. اهم جم اهم. ده برضو يا شيخ خلف بتهرب مني؟ ما كانش العشم برضو. اهرب منك ليه؟ ما انت مالك؟ كيف ما يكون راكبك عفريت وعفريت ازرق؟ ازرق. الشيخ خلف يا شيخ مهيوب. يا هلا يا هلا، دل على السلامه. الشيخ مهيوب هو اللي عارف طريق المخزن. لحد قبل المخزن بحته. بعد كده ربنا معاكم. ليه؟ عشان الألغام يعني؟ ده الشيخ خلف. كل السنين دي ومش لاقيين حل لمشكلة الألغام؟ محدش بيهتم. إيه يعني لما عيل ولا راجل ولا بنية من الصبايا يروحوا في لغم؟ الحكومة ما تهتمش. الحكومة تدور على مصالحها. حتة أرض يديروا فيها مشاريع، أرض فيها بترول، حتة أرض يديروا فيها قرية سياحية، مال كل حي بيدور على مصلحته. تفضل تفضل يا شيخ. يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. منور يا شيخ. الله. قال لك ان هقتله بس لما يوصل للمخزن؟ قال لي انك مش هتديله لا المليون ولا الخمسين اللي هو طلب. الراجل ده ايه؟ كان قصاده فرصة من ذهب يجيبنا كلنا تحت رجليه. يعني خطف كريم، ولو كان ساعتها طلب 100 مليون مش 50 كان هياخدهم، انما رجع بيه من نفسه وما طلبش جنيه. بعدين معاك يا شيخ خلف، عايز ايه؟ صليت بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. المخزن ورا تبة، من هنا لحد التبة أمان، بعد التبة الله أعلم. بقول لك يا واد عمي، إذا كانش ليك دراية بالحكاية هذه أنا رجعك، لكش صالح بحاتم بيه. أنت هتدور في صحراء واسعة، يعني ما تعرفش في أي حتة، وغيرك راح كتير وما تجعش. مقضية إن شاء الله. طيب بالإذن نقوم نشوي. إيه يا شيخ خلف؟ شغلانة تقيلة عليك ولا ايه؟ الصحراء حاوية كتير ومن كل ناحية. طب والحل يا شيخ خلف؟ هو المرحوم قدري ما فاتش حاجة تساعدنا؟ وهو المرحوم قدري لو كان سايب حاجة تساعدنا كنا جبناك ليه؟ انا عفكر يا حاتم بيه، مش ممكن يكون فات علامة هنا ولا هنا وما حدش خد باله؟ السكة دي خلصانة من زمان. أنا بنفسي دورت في كل حتة عنده، في بيته وفي عربيته وفي مكتبه. معلش
نروح ونشوف تاني، مش هنخسر حاجة. نروح فين؟ بقول لك دورت في كل حتة. نروح مكتب. مكتب مين؟ الراجل ده عايز يجنني. ساعتين تلاتة مش مشكلة، نروح نروح مكتبه، يمكن نقدر نلاقي حاجة من قطره. إن شاء الله هنلاقي. اتفضل يا شيخ خلف. اتفضل يا شيخ خلف. المكتب عندك، قلب براحتك. أنا هساعدك يا شيخ خلف. ريحي بالك، مش هتلاقي حاجة. دي فوطة أدري؟ أدري إيه؟ كل حاجة هنا بتاعتي، ريحي دماغك. عقود الأرض والأسهم والخمسة مليون جنيه جاهزين يا حاتم بيه؟ أنت لسه عملت حاجة؟ مش لما تعمل يا شيخ خلف تبقى تقبض؟ هعمل، بس اياك ما تهربش ساعتين. اهرب؟ ده انا مديلك شيك على بياض باللي انت عاوزه، بس تخلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. ده جاي يذاكر جغرافيا. صدقت. ودي يتفهم منها ايه دي؟ جهز الاوراق والفلوس يا حاتم بيه. انت بتتكلم بجد؟ معرفش غيره. الله عليك، الله عليك يا شيخ شيوخ المشايخ، والله العظيم لقى اديك بوسه. وصلت. الله، رجالتنا معاك، خطوتهم بخطوتك عشان يدقوا العلامات وربك يستر. لا، انا ماشيل الذنب روح حد، سيبولي حكايه العلامات. هات يا ولدي.
ده هو كده يدخل موسوعة جينيس. 3 ساعات دلوقتي وما سمعناش أي انفجار. مش هيبعد أكتر من كده. طيب أنا بقول إيه؟ أنا مش هستنى ما تبيعه. أنا نصيبي يوصل لي. وأنا من إمتى كلت حقك يا زهرة؟ يا روحي أنا مش بتكلم على 10 عندك ومية عندي. دول 100 مليون يا حبيبي. حتى لو 200، أنت مقامك عندنا غالي قوي قوي. لا، أنا ليا نسبتي وراضية بيها. يا مهيوب هيرجع بعد الريح الجامدة دي؟ خايف والله الهبوب يتوه ويضيع منه. اللغم والله أرحم. أقل له لو مات هنعرف في لحظتها. إحنا هنستنى إيه؟ هو معقول يرجع بعد الهبوب ده؟ الله يرحمه كان راجل مية مية. أنا كده ضيعت يا شيخ مهيوب، ولازم تشوف لي حل. هنشوف طريقة نسكتهم بيها. تدفع لهم توه اللي تقدر عليه والباقي ربنا سهل. ادفع؟ ادفع ازاي ومنين؟ قول لهم بقى يروحوا القدري ياخدوا فلوسهم منه، انا بره الحدوده دي خالص. مش انت اللي صدرت وقلت ان اتفاقيه المرحوم اخوك ماشيه زي ما هي؟ وانا اعرف منين يا شيخ مهيب ان هو دافن سلاح في الطلق؟ ما سالتنيش ليه؟ اهو اللي حصل. يبقى تسدد زي ما قلت. ما معيش، خليهم بقى يعملوا اللي يعملوه. هيقتلوني يقتلوني. هاتم بيه احسبها صح، مش هيسيبوك. Oh.
وقتك خالص يا فريدة. ايوه فريدة، الشيخ خلف، الشيخ خلف مات خلاص. سلام. ايه يا مدام فريدة؟ لا والله انا في القطر مسافر. انا من ساعة ما نزلت من عند كريم وشفت التدهور اللي هو فيه وحالته السيئة، وانا اصلا مش شايف قدامي. كان اتحسن اهو، اتنكس تاني يا مدام. انا والدكاترة اللي شفناه قبل كده كنا محافظين على حالته مستقرة، والولد كان كويس وكنا مشخصينه صح. معرفش الدكتور اللي انت جبتيه ده وراح شاله من خيمة الاكسجين خلى الولد اتبهدل جدا يعني. شوفي بقى، خليه يكمل معاه ولا يشوف عمل ايه مصيبه اول صباح. ماشي يا مدام، مع السلامه. صباح الخير يا فريدة. صباح النور. كريم عامل ايه؟ الله اعلم. الظروف اللي انا فيها ارجوك سامحيني. هو مات ازاي؟ حادثة، بس مش عارف بالظبط ايه اللي حصل. ليه؟ مش هو كان معاك؟ الو؟ ايوه مدام فريدة. لا والله انا في القطر مسافر. انا من ساعة ما نزلت من عند كريم وشفت التدهور اللي هو فيه وحالته السيئة، وانا اصلا مش شايف قدامي. كان اتحسن اهو، اتنكس تاني يا مدام. انا والدكاترة اللي شفناه قبل كده كنا محافظين على حالته مستقرة، والولد كان كويس وكنا مشخصينه صح. معرفش الدكتور اللي انت جبتيه ده وراح شاله من خيمة الاكسجين خلى الولد اتبهدل جدا يعني. شوفي بقى، خليه يكمل معاه ولا يشوف عمل ايه مصيبه اول صباح. ماشي يا مدام، مع السلامه.